أنا اللاعب الكويتي الأول بلعبة الموتو سيرف وأول كويتي يصعد على منصة التتويج العالمية. من قبل لا نبلش، من قبل النتائج الكل حاسب لنا حساب. أكيد أنك تسمع النشيد الوطني وأنت واقف فوق البوديوم يعني شعور ماك أقوى منه، ينسيك كل التعب. لعبة الموتو سيرف عبارة عن لوح تزلج داخله ماكينة توصل سرعة ماكينته ل 64 كيلومتر بالساعة، ونظام البطولات عندنا يكون تسابق بين عدد لاعبين معين ويدشون عبارة عن مضمار ويتسابقون، واللي يخلص بوقت أقصر هو اللي يفوز. يعني البطولات فيها فئات، في فئة ستوك اللي هو وكالة، وفي فئة الأوبن اللي هو المفتوح اللي هو تقدر تعدل على الماكينة وكذي، واحنا مشاركين بفئة ستوك. اللعبة جديدة، رياضة جديدة، وعليها إقبال كبير من الشباب. من سنة 2021، نهاية 2021 بلشنا بهالرياضة. يعني انضميت حق لعبة الموتو سيرف بسبب ان اخوي كان دارس بامريكا وجرب الموتو سيرف اللي هو الجت سيرف، جربه بامريكا ويابه كهاوي، يبناه اول شيء كهواية بس حق وناسة، نجرب نطلع بالخيران بالبحر نتمشى، وشافوا الشباب ان ادائي زين وقالوا لي ليش ما تشارك بالبطولات، والحمد لله جربنا باول بطولة والحمد لله كان مستوانا وايد قوي. يعني بداياتي بلعبة الموتو سيرف بلشت باول بطولة لي مشاركة شخصية، رحنا على دولة الإمارات الشقيقة وسجلنا أول مشاركة فيها، والحمد لله حققت فيها مركز تاسع من بين 35 متسابق، وما كنت متدرب ولا أعرف شنو يعني مضمار، وهذه كانت أول بطولة لي الافتتاحية نفس ما يقولون. والله التدريب كله كان بالبداية اجتهاد شخصي، أنت تجرب، أنت تشوف نفسك إيش كثر تحتاج، إيش كثر تزيد، إيش كثر تنقص، كله كان اجتهاد شخصي يعني. بس من دشينا برتم البطولات، لا رحت حق إنسان خبير أكثر مني اللي هو بطل أبطال العالم باللعبة من دولة التشيك، فعسكرت عنده تقريبا مرتين. كل معسكر لازم يتطول عنده أقل شيء 10 أيام ل 14 يوم. إيه نعم، أنا أول لاعب عربي يشارك عالميا ويصعد منصة التتويج. يعني أكيد أنك تسمع النشيد الوطني وأنت واقف فوق البوديوم يعني شعور ماك أقوى منه، ينسيك كل التعب. أصعب بطولة عالم اللي هي بطولتي الأخيرة بالسويد، حققنا فيها مركز ثالث. اللعبة هي جديدة عالميا، فكل سنة عن سنة قاعد يصعب المستوى بزيادة عدد المتشاركين، زائد المتشاركين نفسهم يطورون من مستواهم. Hassan Bobas close down Kim and he's gonna overtake him from the outside. Wow, what a brave move from the Kuwaiti rider. بطولتي سنة 2022 بالتشيك حققنا فيها المركز الأول بالجولة الأولى، وكانت هذه ثاني جولة بمشاركاتي عالميا وحققت فيها على المركز الأول. عندك أول بطولة هذه بالكويت، مشاركتي المحلية حققت فيها على المركز الأول، وهني أنا شفت روحي إن حسن أنت عندك شيء تقدمه، والشباب اللي باللعبة هم قاعد يقتدون فيك فتقدر تكمل، والحمد لله حققت بعدها مركزين بالإمارات ببطولة كلباء الشاطئية بمدينة فجيرة، حققت فيها على المركز الثاني، والجولة اللي بعدها هم حققنا فيها على المركز الثاني، فإنجاز دولي يتسجل باسم الكويت والحمد لله. وبعدها عقب المشاركة الدولية اللي بالإمارات واللي بالكويت رحنا الجولة الثانية بالتشيك بطولة العالم وحققنا فيها على المركز الأول تحت منظمة اليو اي ام العالمية. والله الحمد لله النادي البحري داعمني ببطولاتي بمشاركات العالمية، يعني هو اللي قاعد يدعمني وتبع هيئة شباب الرياضة، بس عندنا شوية التكلفة تطلع علينا بوقت التمرين، خرابات التصليح، وهذا اللي شوي مكلف على اللاعب يعني يكون. والله تكلفة الماكينة والجهاز بسيط، مو المكلف وايد، بس ان عندك انت كثرة التمرين هو اللي يطلع لك خرابات وايد، لان انت قاعد تبذل اقصى جهد عندك وبشكل مستمر يعني، فلا بد ان انت تحصل لك اعطال، تحصل لك خرابات وتشوف يعني. لا والله الحمد لله النادي البحري موفر لي بحر، عندي مقر زينه تدش تتمرن فيه، حاطين لي مضمار بعد انه يكون نفس بطولة العالم، مو متغير عليك شيء، فتدش انت تمرن على راحتك، وفي ناس يساعدوني يشيلون عني ويحطون عني، فهذا يوفر لك تعب وايد وجهد وايد يوفر لك يعني. والله هم شيء شباب الرياضة واللجنة الأولمبية مهتمين باللعبة، داعمين كل الرياضيين، شنو تحتاج ما تحتاج، بس محتاجين شوية جولات محلية عشان نرفع من مستوى اللعبة داخل الكويت عشان نقدر ننافس بالعالم يعني. والله طموحي بالمستقبل إن اللعبة ترتفع مستواها
للعالمية إنه يستحوذ اللاعبين الكويتيين على البوديوم العالمي ونرفع من مستوى اللعبة، إنه يكون أنا مدرب أو مشرف على اللعبة أعطي اللاعبين خبرتي اللي أنا مريت فيها واختصر عليهم الطريق كله إن شاء الله. والله طموحنا إحنا الأول أخوي، الكويتي ما يرضى غير بالأول أخوي، فإن شاء الله إحنا نسعى بهالشيء بتوفيق من رب العباد وما يوقفنا أحد يعني يا رب. لعبة أولمبية؟ إيه لعبة أولمبية. داشة بالأولمبيات الصين سنة 2025. هي تجميع نقاط يأخذون أفضل تقريبا 15 متسابق من كل دول العالم، والكويت بإذن الله داشة بالأولمبيات الصين سنة 2025.